السلام عليكم. والله أنا جد 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 متأكد بأنكم ستحققون أكثر من $50 لو طبقتم هذه الطريقة التي سأشرح لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، من بيع التصاميم الخاصة بكم. كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن كما قلت لكم في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة كيفاش نبيعوا التصاميم ديالنا. الناس اللي بدات كتشتغل سواء على ريد بابل، او الناس اللي بدات كتشتغل على ميرش باي امازون، او الناس اللي بدات كتشتغل على سبريد شورت، هذه المسائل هذه كلها شرحتها في فيديوهات سابقه. اذا بداو كيشتغلوا ولكن المبيعات ما كيجيوش، اذا كيفاش غادي نديروا باش نحققوا اول مبيعات ديالنا، وكيفاش نحققوا اكثر من $50 الاخوان، اكثر من $50 من طبعا البيع الشعارات ديالنا، التيشيرتات، المهم التصاميم بصفه عامه، او الطباعه عند الطرف. كيفاش غادي نديروا باش نحققوا مبيعات ديالنا؟ واخا طبعا يكون في السطور ديالنا فيه غير واحد الخمسه ديال التصاميم او لسته ديال التصاميم، فبامكانك انك تبيع وانك يعني تحقق مبيعات كبيره من خلال هذه الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. طريقه رائعه جدا وطريقه مجربه، والناس كتحقق منها مبالغ كبيره جدا، صافي؟ باش بلا ما نستناو اننا يجيو يدخلوا عندنا حنايا لسميتو وعلي شري ونبقاو نصمو، فحنا غادي نوريكم واحد الطريقه، حنا غنعرضوا يعني التصاميم ديالنا عليهم هما، وغادي يشريو منا بطريقه فنيه وبطريقه ذكيه، وغادي نحققوا مبالغ اللي هي كبيره ان شاء الله في اليوم الواحد. اذا كما كتعرفوا على ان خص يكون عندكم تويتر، فاي واحد فيكم الان الا وخص يكون عنده حساب على التويتر، صافي؟ اذا شنو غادي نديروا حنايا؟ حنا غادي نمشيو نقلبوا. الناس شنو كدير ملي كتبغي يعني مثلا كتشوف واحد التصويره معينه، او لا مثلا شي لاعب لابس مثلا واحد التصميم واحد معين، او لا شافت المهم شي حاجه شافتها وعجباتها، شنو كدير؟ كتمشي للتويتر وكتقول بانني راه بغيت بحال هذا التصميم هذا. اذا هنا نتوما هنا غيجي الدور ديالكم، نتوما خاصكم تصمموا لهم هذاك الشيء اللي باغين هما وغتبيعوا. ما تقولوا لي كيفاش غنصمموا المساله صعيبه؟ حتى حاجه ما صعيبه، انا نوريكم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه كل شيء. على فكره فجميع الروابط اللي غادي نستعمل ان شاء الله في هذه الحلقه هذه كلها غادي نخليها لكم في الرابط اسفل هذا الفيديو هذا. المهم الناس اللي ما عندهاش حساب على التويتر فخاصها تفتح حساب على التويتر، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو هذا. المهم على اي هذا هو الحساب ديالي انا على التويتر. شنو غديروا؟ غتمشيو لهنا البلاصه ديال فاش كنقلبوا هنا البحث الروشيرش هنايا، صافي الروشيرش تويتر. اذا هنا شنو غادي نكتبوا؟ غادي نكتبوا هذه الجمله، هذه الجمله هذه اي نيد، ها هي اسمحوا لي انا كتبتها ديجا هنا، ها هي اي نيد ذيس تي شورت، صافي اي نيد ذيس تي شورت. اذا غنبرك عليها بحال هكا. هنا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى يعني كاع التيشورتات اللي كتقلب عليها الناس، صافي كما قلت لكم. شوفوا معايا مثلا هذا، هذا مثلا هاد التيشورت هذا عجبو مولا، ها هو هيا عجبو هاد التيشورت هذا، كتب هنا اي نيد ذيس تيشورت، صافي. اذا شنو ندير هنايا؟ سكرين علينا هاد الصوره هذه وبغى بحالها، ولكن قبل ذلك شنو غنديرو؟ فهذا ربما 85 ثانيه باش نحطو، غادي نجيو غنبركو هنايا صافي باش يطلع لينا يعني احدث يعني التصويره، صافي هنايا هذه. يلا دقيقه دابا باش نحط هاد التصميم هذا، اولا بغى بحال هاد التصميم هذا، صافي هذه مساله سهله كيفاش ديروا ليها، هذا نوريكم كيفاش. نزيد نهبط لتحت لهنايا مثلا هذا، شوفوا معايا هذا يلا 7 ديال الدقيق باش حط هاد التيشيرت. كتابه عباد الله، كتابه غتسموا له كتابه بحال هكا سهله جدا، غتسموها بهذه الطريقه هذه وغتمشيو تبيعوها له. كيفاش غنديروا؟ هذه مسائل كامله غادي نتعرفوا عليها، صافي. نزيد نهبط لهنايا، هذه مثلا ايضا هنايا راه كتبات، المهم هي بغات بحال التيشيرت هذا. نزيد عاوتاني هنا بحال هادو، صافي بحال التيشيرت هذا، بحال هذا، صافي هنا 20 دقيقة بحال هذا. واخا شوفوا معايا دابا غادي نجيو كيفاش غديروا نتوما باش تبيعهم، كيفاش غتصمموا. أولا شنو غادي ديروا؟ نتوما غادي تسكرينيو هاد التصويرة بحال هكا، صافي. المهم راه عندكم نتوما الطرق كيفاش تسكريني، غتسكريني هاد التصويرة هادي وغتمشي للفوتوشوب، غتمشي للفوتوشوب غتعيد الخلفيه ديالها هذه وغتخلي يعني غتبقى فقط غير هذه، صافي. اولا الناس اللي ما عندهاش الفوتوشوب شنو غدير؟ كاين واحد الموقع شبيه تماما بالموقع ديال الفوتوشوب، هو هذا نخليه لكم، وهذا كيشتغل يعني بطريقه مباشره بلا ما تانستاليه بلا والو، كتدخل الموقع وكتخدم عليه، فهو شبيه
يعني تماما بالفوتوشوب. غادي نخلي لكم في الرابط اسفل هذه الفيديو. اذا كتمشي هنا وكتجيب التصميم ديالك كتحطو هنايا وكتحيد له الخلفيه ديالو. غتقولوا لي كيفاش غادي نحيدوا الخلفيه ديال التصاميم ديالنا؟ المهم هذه المسائل هادو الا بغيتوا انني ندير عليها حلقه خليوا لها في الرابط اسفل هذا الفيديو. اولا فقط يعني كفي انكم تدخلوا اليوتيوب تكتبوا كيفيه ازاله خلفيه الصوره باستعمال الفوتوشوب، وراه غادي يعطيكم العديد من الفيديوهات كيفاش تحيدوا يعني الخلفيه ديال التصويره. صافي، اذا كتحطوا التصويره هنايا كتحيدوا لها الخلفيه ومباشره كترفعوها على الستور ديالكم، سواء كان ريد بابل او لا كان ميرش باي امازون او لا كان سبريد شورت. صافي، ولكن انا يعني نصيحتي لكم فحاولوا تشتغلوا على الريد بابل خصوصا باستعمالكم لهذه الطريقه هذه. علاش؟ لان الريد بابل طبعا كيخلي لكم واحد الكوميشن او كيخلي لكم واحد النسبه اللي هي كبيره. اذا كتجيو هنا كتسمموا المسائل ديالكم وكترفعوا كتهزوا الرابط ديالكم نتوما وكتحطوه هنا. شوفوا معايا هنايا في التعليق ما كاين حتى تعليق، يعني انكم نتوما عندكم فرصه كبيره باش تبيعوا لهذا السيد. هذا هو محتاج هذا التيشيرت، كتقولوا له مثلا الا بغيتي هذا التيشيرت شوفوا راه هذا السيد هذا راه تيبيع هذا التصميم هذا، ما تقولوش انت، قول له هذا السيد هذا راه كيبيع بحال التصاميم هذو. هو غادي يمشي ومباشره غيبرك على داك الرابط ديالك انت وغادي يمشي يشري من عندك انت. نزيد نهبط لهنايا مثلا، شوفوا معايا هنا هذا التصميم هذا، بلاتي نجيب لكم داك التصميم الاول اللي وريتكم عباره عن يعني الكتابه. نزيد هنا ربما اعتقد هذا شوفوا معايا ها هو هنا. اذا هذا بغى هذا التيشيرت هذا، صافي ها هو ما عليه حتى تعليق. اذا نتوما عندكم فرصه باش تصمموا له في حال هذا الشيء هذا وتبيعوه يعني ب 21 دولار او لا، المهم باش ما بعتو نتوما باش ما حطيتو الثمن ديال داك التيشيرت فانتوما غتبيعوه وغتاخذوا نسبه مئويه. اوكي، اللي غادي يشري ماشي غير واحد، انا كنعرف اصدقاء اللي داروا هذه الطريقه هذه وتباع لهم التيشيرت واحد اكثر من مره. كاين اللي شرى 10 ديال التيشيرتات، 15 تيشيرت، 20 تيشيرت، 30 تيشيرت بهذه الطريقه هذه. يعني ان هذا السيد شحال غيكون حقق؟ على الاقل غادي يكون حقق واحد 100 دولار او لا 150 دولار من فقط يعني هذه الطريقه باستعماله لهذه الطريقه هذه. صافي، اذا هذه هي الطريقه اللي غادي تستعملوها الاخوان باش انكم تبيعوا او لا تحققوا اول مبيعه ديالكم. الناس اللي خدامه على ميرش بي امازون وبغات ترقي الحساب ديالها فهذه هي الطريقه باش انكم تخدموا. الان الاخوان ما عندكمش عذر باش انكم تمشيو وتشتغلوا، راه هذه الطرق اللي كنشرح لكم قسما بالله الى طرق يعني مجربه وطرق الناس اللي كتحقق منها مبالغ كبيره وكبيره بزاف. فإلا بغيتوا المجال ما بغيتوش اننا يعني نبقاو نضحكوا عليكم كتقولوا بان كنوريكم مواقع اللي كتحققوا منها سنتات صغيره وغير ذلك، فيلا دابا وريوني حنت يديكم اشتغلوا في هذه المجالات هذو. هذه المجالات هما اللي غتحققوا منهم مبالغ كبيره وكبيره بزاف. سيروا اليوتيوب وتشوفوا مثلا المبيعات اللي كيحققوها الناس من التصاميم، البيع ديال التصاميم ديالهم. الناس راه كتحقق مبالغ، والله مبالغ يعني راه ما كيصدقهاش العقل حقيقه، مبالغ كبيره من التصاميم او الطباعه عند الطلب. اذا في الاخير كنتمنى على ان الفيديو يكون مفهوم واضح، فاذا كان عندكم شي تساؤل خليوه لي في الرابط اسفل هذا الفيديو هذا، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.